سلمك مباركة وانت الاعلام لك هجس الله ودين محمد هزك تحية خاصة لكل الأحرار والحرائر داخل سوريا وخارجها. بحضوركم وتزينت ساحاتنا بأعظم عبارات للترحيب. الثورة الـ11 جينا اليوم على مدينة جسر الشغور لشارك أهلنا فيها بفرحتهم بهذا اليوم يلي نعتبره يوم عظيم بتاريخ ثورتنا، ولنأكد فيه إنه نحن مستمرين بهذه الثورة. مهما كان في تآمر علينا، مهما كان في خذلان عربي وأممي، نحن مكملين. هاي ثورتنا ثورة حق ضد ظالم مجرم، وإن شاء الله راح ننتصر. نحن الآن في مدينة جسر الشغور نجدد العهد على المضي قدما بإذن الله تعالى حتى نحرر كامل أرض سوريا من هذا الطاغي المجرم وأعوانه بإذن الله تعالى. نحن في السنة 11 إن شاء الله نقدم ما نستطيعه سواء بالهتافات أو بالجهاد أو بكل شيء حتى نحرر أرضنا ومقدساتنا ونعود إلى بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أرض جسر الشغور، من أرض الشهداء، من أرض الصمود، نقول للطاغية بشار، نقول لحلفائه المجرمين أننا باقون على العهد 11 عاما حتى تحرير بلادنا والحرية لمعتقلينا والنصر لثورتنا. عاشت سوريا حرة أبية. يا الله لبيك. نحن في 17/3 نجدد العهد في ساحة الشهداء، ساحة جسر الشغور الأبية. نجدد العهد 11 عام ونحن مستمرون في هذه الثورة المباركة حتى إسقاط النظام وحتى آخر قطرة لنا في على هذا الثرى إن شاء الله عز وجل. ولن ننسى الكادو الطبي في مستوصف جسر الشغور. نحن الآن في منطقة جسر الشغور نقوم بإحياء الذكرى 11 للثورة السورية حتى نوصل رسالة للنظام الغاشم. نحن باقين بهذه الثورة ونقول له بكلمة واحدة: يستطيع أن يقتل ثار ولكنه لا يستطيع أن يقتل ثورة، وباقيين حتى إسقاط النظام وحتى نهايته هو وأعوانه بإذن الله عز وجل. مكتوب على الرسول بشار خالد.